كيف الشق شق ربي يجيب الحق. سامي لاعب مدرب اعلامي مشهور ما تحبوش. انا ما نكره حد بعد سافوار العباد الاخرين، دونك صراحه ما نكره حد، ما عندي حتى مشكل مع حد. هذا الديفي تي بارتاج اون فوتو سيلفي عامل فيها بوز تضحك، كيفاش غريماس تضحك يعني به؟ كيفاش تضحك؟ هذه زعمة ما نعرف تجم تضحكش، أما هيك تنهبطها به. علاش خرجت من برنامج الكل في كل بلوس؟ ديميسيونيت، ما تفهمناش في شوية نقاط. خليني نقول لك اللي فقرة متاع السبور متاعي، في السبور متاعي كنت أنا نحضره ما يدخل فيه حد يعني، دونك البرود مريقلين معايا، خدمت خليني نقول في مع ناس مع وخيان ومع أصحاب اللي نحسبهم معناتها واليوم نحسبهم عائلة. من بعد ما فماش مكتوب خاطر زادة تعرف فما شوية ظروف مادية صعيبة في دونك، واليوم معناتها جد مي بلو أنا باش مثلا نخدم في بلاصة والخلاص ديما ماهوش خليني نقول لك ماهوش أجور يعني، دونك حاجة من الحاجات. باه دي في غني غنية غنية الغزالة، شنية الغزالة رايقة مانيش حافظ، عشت فقيرة ما تربيت الجيعان، ولد ود العسل طالوس وهي المتكبر يحب على الحدي. أما ما ننصحش الأرنب تدخل الوكر الذيل، تبعنا الحرام كاو يزي تنغني كل مرة جاي نمشي ولين بعد. باه السؤال، سر عمرك ما حكيته تشنو ليس أنا بجي سوفانير؟ سر عمري ما حكيته ليلة الأولى في يعني كي ناس كل في توقفت عديت جمعتين مع الحجر الصحي في المورنيك. الليله الاولى كي حطيت راسي في الليل هكايا على المخده باش نرقد هبطوا لي برشا دموع، ما نعرفش علاش، اما دموع رجال اللي هكاك هبطوا حيار باش فهمت برشا حاجات في الدنيا. السؤال، قداش كونت من الكوره؟ ايه به بو مش برشا به دي في تورينا تون كونت بانكير نوريك. باهي اوكي، قداش كونت من الكوره؟ باهي في الكوره ساعه بوريتري اكزاكت معناتها في الكوره في تونس انا كي لعبت في سيابيك طلعت سينيور ناخذ 300 دينار شهري، دونك مشيت لاسبيرونس ناخذ 1,200,000 شهري و 20,000 دينار بريم سينياتور، من بعد مشيت لتوال ناخذ 2,500,000 شهريه و 40,000,000 في العام. هذوما كفاوني باش خليني نقول لك كي خرجت من تونس لبولونيا عندي داري معناتها ملك فوق دارنا اللي هي معناتها جوست عرست وقلت اموري فيها، عندي اون بيل فواتور، عملت قهوه في سيت سيل وخذيت ان بتي تيران معناتها اللي لتو معناتها الحمد لله مازال ما بروبريتي في مزرعه عبد الرحمن دونك بحدا الفرق كاو ذايش عملت في تونس. بعد كي خرجت لبرا عملت داري متاع تونس، عملت دوزيام تيران اللي باهي معناتها خليني نقول لك دو بيان يمكن زالونتور متاع 300,000,000 ولا اللي هما اليوم ياخذوا فيهم شهريه راه شنو الاخر، وخذيت الفامو بتي اتيوت متاعي اللي زاد دونك كاو جبت كرهبتي تجيب هذا هو. ما الضربه اللي جاتني خايبه للكلوب بولوني بعد ما عملت ريزيلياسيون معاهم الاميابل دونك تنحاو لي 200,000 يورو، مش تنحاو قضيه معناتها احنا عملنا ريزيلياسيون على ميابل، ايزون ديكلاري ديبوزيو البيون عملوا بانكروبسي دونك ديبوزيو البيلون فايت. من بعد فوالا ابخي خليني نقول لك ما عرفتش نجيري مليح لابخي كارير، تلقى عندي نورمالمون يا 10,000 يا نجم نوريك لي سي ام اس عندي موان 929 فرنك. ها اسمي شوكا لو 6 يعني قلت البارح هاكم 400 وشوية ولا قلت لك كملت بك. شنو الاخر
يا وكملناها ما عاد ما عندكمش حاجه صعبه. السويل صرح بسبب تلق باهي سان هذيا نقفوا ذي حاجه خطر ديباسي باهي. كلم الديفي شنو كان فما ثلاثه ديفيات ميسير. كلم انسان قل له ايجاني عملت عركه كبيره عندي صحابي دق دقي تو نهز تليفون نطلب الدوخ باهي فرشة عندي راهو كلم تطلب. هاي من عشيري صافا خويا شنو امورك عشيري؟ هاني خويا راك في الدار. اسمعني انا ماك النهار ماني متهدد مره الاخرى قلت لك ظهر لي باش تقيض واحد سخنة مرة هذه بالرسمي ذا لي خويا ذا لي باش تجي تجيب معك شوية الأولاد وتجي. شبيك شفهم؟ تفهم احكي. وين؟ اسمعني ابش زيد تكلم الكوزان أنا نسق معاه خويا وملهناس ويا عمك سحبكم بحدي. داكور دو؟ هاي تي تاع أربعة خمسة دقدقي وكا. هاي خويا توت شوية طيب. Action Vérité de F2R.